بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم معنا اليوم في دروس كهرباء. الدرس تاع اليوم راح نتحدث على الطاقة المخزنة في المكثفة، إذا الطاقة المخزنة في المكثفة. لاحظوا معايا الدارة الموضحة بالشكل التالي. عندنا مولد للتوتر الكهربائي اللي هو E، بادلة اللي في عندها وضعين، الوضع الواحد والوضع اثنين، مكثفة سعتها C، ناقل أومي مقاومته R. عندنا في الجهة الأخرى محرك كهربائي M مربوط مع جسم بخيط، مربوط بخيط مع جسم P. إذا المحرك الكهربائي كيبدأ يدور راح يسحب الجسم بي. إذا في المرحلة الأولى راح نوضع البادلة في الوضع واحد، وبالتالي المكثفة راح تكون في حالة شحن. إذا في الوضع واحد، إذا في الوضع واحد المكثفة في حالة شحن. إذا هذا في المرحلة الأولى، وبعد كي يكمل شحن المكثفة نبدلوا وضع البادلة تاعنا، نرجعوا للوضع اثنين، وبالتالي نعزلوا المكثفة عن مولد التوتر الكهربائي. إذا تولي الدارة تاعنا مكونة من مكثفة ناقل أومي و محرك. إذا المكثفة في الوضع الثاني تكون في حالة تفريغ. إذا في الوضع اثنين المكثفة في حالة تفريغ. إذا جيس من وضع البديل في الوضع اثنين، المحرك الكهربائي يبدأ في الدوران إذا ويسحب معاه الجسم بي. إذا دلالة هذا هي أن المكثفة مدت طاقة كهربائية للمحرك، وكما نعرفه كامل المحرك هو ليحولنا الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية. إذا المحرك يحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية أو طاقة نكتبوها ميكانيكية، إلى طاقة ميكانيكية هي طاقة حركية. إذا قلنا المحرك راح يدور ويسحب معاه الجسم P، إذا الطاقة الكهربائية منين جاتو؟ هي جاتو من المكثفة C. إذا من نستنتجو بلي المكثفة C راح يتخزن طاقة كهربائية. إذا المكثفة C اكتبوا المكثفة تخزن طاقة كهربائية. إذا كيف نعرف عبارة الطاقة الكهربائية؟ إذا بما أن المكثفة راح تمد طاقة كهربائية، إذا راح تمد استطاعة، والاستطاعة هذه اللي هي P العبارة تاعها هي التوتر بين طرفي المكثفة اللي نسميوها EC في شدة التيار المار في دارة التفريغ اللي هي E. إذا والـ E هي نفسها، إذا اللي هي EC والـ E نقدر نكتبوه اللي هو C في دي اي، سي على دي تي. واذا هذه نقدر نكتبوها اللي هي اي سي في اي سي بريم في سي. اذا هذه هي عباره تاع مشتق، اذا هي مشتق دي على دي تي تاع سي في واحد على اثنين اي سي مربع. إذن
ونعود نشتق واحد على اثنين اي سي مربع في سي هي اثنين فوا واحد على اثنين تروح بالواحد في اي سي في اي سي بريم. اذا هي نفسها المشتقة لقناها من الفوق. اذا نعود نكتبو بي تساوي دي سير دي تي في سي في واحد على اثنين اي سي مربع. على بالنا ايضا من جهه واحده اخرى الاستطاعه بي هي مشتق الطاقه الكهربائيه بالنسبه للزمن. اذا بي هي دي او سير دي تي اللي هي دي سير دي تي في واحد على اثنين سي في اي سي مربع. اذا كنديروا مطابقه اذا او هي نفسها واحد على اثنين سي في اي سي مربع. اذا كتبوا الطاقه المخزنة في المكثفة اللي هي أ أ سي تساوي واحد على اثنين سعة المكثفة سي في توتر بين طرفي المكثفة مربع. و أ سي في الحالة هذه الوحدة تاعها هي الجول. نمدوا علاقة واحدة أخرى للطاقة الكهربائية. احنا عندنا Q تساوي C فوا EC. إذا نلقاو C إذا في الحالة هذه C تساوي Q على EC ونعوضها في العبارة تاع EC. إذا نلقاو واحد على اثنين Q على اي سي في اي سي مربع. اذا اختزلوا المربع مع اي سي يبقانا واحد على اثنين كي في اي سي. اذا العلاقه الاولى بدلاله سعه المكثفه وتوتر بين طرفي المكثفه، والعلاقه الثانيه اللي هي بدلاله الشحنه. اذا او سي تساوي واحد على اثنين كي في اي سي. فهذه العلاقة رقم 2 وشكراً.